مرحبا وأهلا وسهلا فيكم. طبق اليوم طبق مميز من المغرب، يعني واضح عليكم إنه عبارة عن طاجن. رح نستعرض المكونات سوا. رح نحتاج دجاج أو لحم، خضار مشكلة المتوفر عندكم، جزر، بطاطس، كوسة، بطاطا حلوة اللي متوفر. رح نحتاج بندورة مفرومة، فلفل رومي، كرفس، بصل أخضر، بصل أبيض، عصير ليمون، زيت زيتون، كمان رح نحتاج زيتون مخلل، دبس فليفلة، ثوم مهروس وبودرة، مجموعة بهارات مشكلة اللي هي فلفل أسود، زنجبيل، كركم، بابريكا، بهار مشكل، قرفة وملح، في شوية مي نسيت أذكرها كمان مع المقادير. بدنا نتبل الدجاج، رح نحط المي ودبس الفليفلة. دبس الفليفلة أنا عملته سابقا، رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف. رح نحط كمان البهارات والثوم. بنحرك هاي التتبيلة، بنتبل فيها الدجاج وبنخليه يرتاح، يفضل ليلة كاملة. هلا بدنا نتبل الدجاج فيها على الجهتين، وبرضه اللي بزيد طبعا رح نتبل فيه الخضار. ضروري احط هاي الحديدة تحت الطاجن عشان حافظ عليه ما ينكسر. هلا بحط الطاجن، بسم الله. طبعا النار هادية تكون، بدي اخليه بس يحمى شوي واضيف الزيت. الطاجن بدكم تعملوه زي البايركس تماما، يعني ما بصير يكون حامي ونحط عليه مي باردة، او نحطه على سطح بارد او العكس. فلو احتاجنا مي نضيف للأكلة وهو على النار رح نضيف مي مغلية. الجاج وبدي اتركه لحتى يتغير لونه، يعني ارد احطه على الجهة الثانية، بعدين نضيف له الخضار. زي ما شفتوا بالمكونات هون انا عاملة بصل مفروم وبصل جوانح على اساس اني احط المفروم مع التتبيلة. هو بصير، لكن يعني انا نسيت صراحة، فهلا بدي احطها مع التتبيلة واتبل فيها الخضار. وبصير يعني لو ما بدكم تفرموه كله ناعم وتحطوه مباشرة مع الطاجن كمان بصير. لا بلش يغلى معنا، نحاول نحطه على الجهة الثانية. أثناء ما يأخذ الدجاج معنا لون رح نتبل الخضار بالتتبيلة. هون الدجاج طبعا اخذ لون على الجهتين، انا بحب ارجعه على الجلدة. وبعدين بحط عليه البندورة، برتبها، بوزعها عليه مظبوط، وبعدين بصف الخضار اللي تبلناها عليهم. يبدو أنا مكترة كمية الخضار، فما رح أحط البطاطا الحلوة. رح أتبل الفلفل والثوم ونكمل ترتيب. دوب وسكر، ما شاء الله كمية الخضار كتير كبيرة.
بس هلا لما يغلوا راح ينزلوا شوي. هون راح احط شوية مي عشان هاي اللي بتساعدني انه الطاجن نشف او لا. شوفوا ما شاء الله كمية المي اللي نزلت كثير، فعشان ما تصير تطرطش على الغاز بحط ملعقة. زي ما حكينا كل شوي بدنا نشربها بالصوص، ما تتخيلوا ريحتها بتعقد، يعني فرق عن الطبخ بالصواني. وطبعا عدا انه الفخار كتير صحي. هلا يمكن بدها تقريبا ربع ساعة وبتكون استوت ان شاء الله. وهيك اكلتنا صارت جاهزة، بتمنى تجربوها، تكتبوا لي بالتعليقات ايش رايكم. ما تنسوا لما تستعملوا مثل هذا النوع من الطواجن او الفخارات تشوفوا طريقة اعداده لاول مرة. انا وضعت فيديو سابقا، راح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جاية، والى اللقاء.